حكم دخول المسلم إلى الكنيسة. الحكم دخول المسلم إلى الكنيسة، الحكم العام في هذه المسألة لا يجوز، لقوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ولا شك أن الكنيسة وغيرها من معابد الكفار هي من أماكن الزور واللغو والكفر، وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. فربنا أمرنا نعرض وما نشهد الزور وما نغشى أماكن الكفار ولا أماكن اللهو والفساد. فإذا كان أنت محرم عليك تجلس في بيوت الخمر والدعارة، فكيف أنت تجلس في أماكن فيها ما هو أشد من الخمر والدعارة، الكفر بالله سبحانه وتعالى. فلا يجوز يا أخواننا إتيان الكنائس ولا معابد الكفار، ما بيجوز إتيانه إلا لمن أراد أن يدعوهم ويردهم عما هم فيه من الباطل بالمناظرة وإقامة الحجة، وما وجد مكان آخر يلقاهم فيه إلا الكنيسة. يعني إذا ما لقيت لك محل تدعو النصارى دل إلى الكتاب والسنة، ما لقيت مكان آخر، لا بيجوا جامع، لا بيجوا جامعة، لا بيجوا سوق، ما بتقابلهم ولا بتقابلهم من خلال التلفاز، ووجدت فرصة قولك تعال أتكلم والآن أعمل معنا مناظرة أو مناقشة أو قدم لنا محاضرة في الكنيسة، فمن هذا الباب يجوز الدخول من باب إنكار المنكر، أنت تدخل عليهم وتدعوهم من الإسلام، ولعل ربنا يهديهم على يديك. أنا أكتفي بهذا القدر.